دي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلينا كمان نقول لكم على أسعار العملات والذهب أخبارهم إيه النهاردة. تعالوا نبدأ بالدولار الأمريكي. سعر الشراء النهاردة وصل ل 15 جنيه و60 قرش، أما سعر البيع 15 جنيه و70 قرش. نروح لسعر اليورو النهاردة، سعر الشراء 18 جنيه و59 قرش، أما سعر البيع 18 جنيه و77 قرش. الجنيه الاسترليني النهاردة سجل سعر شراء 21 جنيه 67 قرش، أما سعر البيع 21 جنيه 95 قرش. الريال السعودي النهاردة سعر الشراء وصل ل 4 جنيه و15 قرش، أما سعر البيع 4 جنيه و18 قرش. نروح للدينار الكويتي، سعر الشراء 49 جنيه و11 قرش، أما سعر البيع 52 جنيه و15 قرش. دي سعر العملات النهاردة. نروح لأسعار الذهب، عيار 24 سجل 886 جنيه، أما عيار 21 فاستقر عند 775 جنيه، وعيار 18 سجل النهاردة 664 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب النهاردة وصل ل 6200 جنيه. ودي كانت أسعار العملات والذهب.